شو سعر العطور حاليا؟ يا يعني هذه العطور اللي عندنا قهوة واحدة. وعليكم السلام. قهوة واحدة ايه؟ وبعد عندي اعطيني جبن واحد. جبن؟ جرافت او؟ هذا لك تسوي؟ كسرت الغراب؟ انت شو تريد؟ شو تريد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عفوا عفوا عفوا. لا حول ولا قوة الا بالله. تعبني حيل ما تقولي لي شو اسوي له؟ على كيفك وياه يا ابو نور، هو الخطيه هذا؟ اي ما شفتي شلون كسر الغراب؟ خطيه. هذا جاي قطع ابو نور. اوكي صح. هلا هلا عن عبي أخي. أبا هلا ولدي هلا. تعال تعال تعال. الولاد ناكل دادة حبيبي. سبق سبق. Thank you.
ومن الأخبار المحلية، أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الاجتماعي والنفسي في العاصمة العراقية بغداد، إن نسبة العاطفة في المجتمع العراقي انخفضت إلى نسبة كبيرة. وجاءت نتيجة الاستطلاع بحسب المنظمة المدنية أن ارتفاع نسبة التفجيرات وعمليات السلب والقتل والتهجير التي يتعرض لها المواطنون في المدينة أدت إلى جمود مشاعر الأشخاص اتجاه أحدهم الآخر، وأن الوضع الاقتصادي المتردي الذي يستشري بين أوساط الشباب وارتفاع نسبة البطالة أسفرت عن عزوف الكثير منهم عن الزواج والتفكير في الهجرة إلى خارج البلاد.
شكو هاي شبيك؟ شنو؟ سويت هاي؟ شبيك؟ شبيك؟ بدي أفهمك. Thank you.